إذا للحديث عن استمرار الصراع على رئاسة الحكومة في العراق وفشل الاتفاق السياسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني كما تعرف 230 يوما منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي حدثت في 10 أكتوبر الماضي، تبدو هذه أطول فترة منذ عام 2003 والعراق بدون حكومة، ولكن ماذا يعني لكم على المستوى السياسي هذا التأخير أستاذ حسين؟ أنا أعتقد أنه لن تشكل حكومة حتى لو يمر عام كامل على نتائج الانتخابات. السبب لأنه قواعد اللعبة السياسية في العراق تغيرت إلى حد ما، والنظام البرلماني في العالم أجمع له ركيزتان أساسيتان: هناك حكومة تمثل أغلبية سياسية، وهناك معارضة تمثل أقلية سياسية أو الجهة الخاسرة في الانتخابات. ما لم يكن هذا الركيزتين موجودة داخل النظام البرلماني، فمعناها يعني هناك فوضى وهناك تغول وهناك يعني غياب المعارضة، معناها نزول المعارضة من قبل الشارع إلى الساحة. هذا الأمر غير موجود من 2003 وإلى الآن. أرادت التيار الصدري أن تكون هناك حكومة أغلبية ومعارضة موجودة في البرلمان، هذا ما لم يتقبله الآخرين، وبالتالي أصبح الانسداد السياسي لا حل له، ولا يوجد أي مجال. سابقا كان يطلق عليه عنق الزجاجة، اليوم هذه الزجاجة قد أغلقت أيضا من فوهتها، فلا أعتقد يوجد هناك حلا سياسيا، سواء ذهبوا الانتخابات أم بقوا على هذا الحال. سيبقى الشعب العراقي يدفع ثمن هذه القوى السياسية المتحكمة في مقدرات الشعب العراقي. أستاذ حسين، ولكن لماذا تصر أطراف العملية السياسية على إدخال العراق في السيناريو اللبناني؟ يعني لماذا تدور دائما الاتهامات بشأن التأخير في تشكيل الحكومة، دائما الاتهامات دوما نحو إيران؟ ما الذي تستفيده إيران من تأخير تشكيل الحكومة أستاذ حسين؟ هذه لإيران مشروعها التوسعي ولها أدواتها سواء في لبنان أم في العراق. إيران تسعى لمصالحها وأدواتها تسعى لمصالح إيران على حساب المصلحة الوطنية، فبالتالي نفس المؤثرات اللي موجودة في لبنان هي نفسها موجودة في العراق. الهدف هو تدمير الدولة وتفكيك مؤسساتها وجعلها شبه دولة، لأنه من مصلحة إيران أن تكون أغلب الدول العربية وجميع الدول العربية هي دول مفككة ودول تعيش صراعات داخلية، وهي صاحبة القرار والهيمنة على قراراتها السياسية وعلى مقدراتها الاقتصادية. هذا هو المشروع الإيراني بغض النظر سواء تبنى الطائفية أو تبنى القومية في مشروعه، لكن عندما تبنى الطائفية وجد له حاضنة إلى حد ما أفضل من كان سابقا مشروعه القومي الذي يطرحه مع الدول العربية. أستاذ حسين، هناك من يقول يعني تصوير ما يجري بسبب تأخير تشكيل الحكومة، يقولون بأنه صراع بين القوى المناهضة لإيران والموالية لها، هل صحيح هذا الاصطلاح أستاذ حسين؟ أنا أعتقد الأصح هو أنه إيران فقدت حاضنتها وفقدت تأثيرها إلى حد ما في العراق، والشعب العراقي هو الرافض الأكبر للتغلغل الإيراني والهيمنة الإيرانية على العراق، وبالتالي أي حكومة تأتي ستكون لإيران نفوذ عليها كبير سوف تسقط، والذي أسقط هذا الحكومة هو نفسهم من أسقط حكومة عادل عبد المهدي اللي هي انتفاضة تشرين. اليوم في مناطق الوسط والجنوب هناك رفض كبير جدا للمشروع الإيراني، وهذه تعتبر سابقا كانت عمقهم استراتيجي ويعتمدون عليها في كثير من الأمور، فما بالك عندما يكون الرفض يأتي من مناطق الوسط والجنوب. فأعتقد أن الرفض الشعبي العراقي للمشروع الإيراني هو الذي يعيق هذا، فإيران بالتالي تريد حكومة أن تكون لها السطوة عليها وتكون لها صاحبة النفوذ الأكبر، فطالما حلفائها التقليديين خسروا الانتخابات فهي ستكون عائقا أمام تشكيل أي حكومة بدون مشاركة حلفائها التقليديين فيها. أستاذ حسين، هل يعول العراقيون بالفعل على التيار الصدري إذا ما اختار خيار المعارضة، وهل هي معارضة حقيقية تعتقد ذلك أستاذ حسين؟ لا أعتقد، لأنه يعني هذا تناقض، كيف الفائز بالانتخابات أن يكون هو المعارضة والخاسر هو من يقود الحكومة؟ حقيقة في العراق أشياء غريبة جدا، يعني لا تنسجم لا مع الواقع الديمقراطي ولا مع النظام البرلماني ولا مع أي نظام في العالم. الفائز يكون في المعارضة والخاسر يكون هو شكل حكومة، ومن هو في المعارضة قادر على أسقاط الحكومة خلال 3 أيام. يا سيدي، إذا كيف يكون هناك حل سياسيا؟
العراق يحتاج إلى تغيير سياسي وليس إلى انفتاح سياسي أو حلحلة هذه المرة. هؤلاء جزء من المشكلة منذ 2003 وإلى الآن ولن يكونوا جزءا من الحل. فبالتالي العراق يحتاج إلى التغيير، ولن يكون هناك تغييرا في العالم العربي وتحديدا في العراق ما لم تكن هناك إرادة دولية مساندة للشعب العراقي حتى يستطيع أن ينهض أو يقوم بهذا التغيير ويحافظ أو يعيد الهوية الوطنية التي أفقدتها هذه الأحزاب. أستاذ حسين، هذا صراع الدائر هل يبين خطورة الميليشيات وزعماء الأحزاب على العراق؟ نعم، عيد السؤال. يعني هذا الصراع الدائر هل يبين خطورة الميليشيات وزعماء الأحزاب على العراق مستقبلا؟ بالتأكيد، لكن هذه الميليشيات وهذه الأحزاب كلها ستفر إذا ما كانت هناك ثورة شعبية عارمة بمساندة قوى دولية وخارجية أو المجتمع الدولي ساندة. سنجد هؤلاء جميعا يذوبون كما يذوب فص الملح في الماء الساخن. هؤلاء ندرك حجمهم وندرك طاقاتهم ويعني قدرتهم على المواجهة، لكن ما زال هناك فقط الشعب العراقي ينازع ويكافح هذه الميليشيات مع غياب دور دولي شبه تام، بل العكس هو دعم لهذه الميليشيات وهذه الحكومات، والعراق ما ينزف بسبب هذا الدعم الدولي لهم. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.